شهدت مدينة الديوانية في اليوم السابع من محرم الحرام موكبا حسينيا مهيبا لأنصار ومقلدي السيد الصرخي الحسني في الديوانية، حيث جاب المعزون شوارع المدينة ومنها ما يسمى بشارع المواكب مواساة لرسول الإنسانية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ثورة الحسين سلام الله عليه ثورة عظيمة وخالدة على مدى الزمان، ممكن أن تستغلها الشعوب للخلاص من الظلم والفساد والتأثير، واستغلال قضية الدين باعتبارها واجهة للبعض ممن استخدمها كواجهة وغطاء لمشاريعهم المنحرفة، هذه قضية يجب الحذر والتأكيد عليها والتنبيه لها، لأنه هذا يعتبر ظلم لقضية الحسين عليه السلام. قضية الإمام الحسين هي قضية خالدة تخلو من الشوائب، لكن اليوم أصبحت قضية الإمام الحسين قضية منابر وسلطة، وأصبحوا يستغلون قضية الإمام الحسين من أجل السرقة والأموال، وأصبحوا يتكلمون باسم الحسين وباسم الدين، وهم أناس سراق فساد أتوا من أجل القضاء على قضية الحسين. وشارك في الموكب العديد من الشخصيات الدينية والمهنية وعدد من المثقفين وطلبة الجامعات، كما شارك عدد كبير من النساء العراقيات في إحياء هذه الشعائر الحسينية المقدسة. الحسين عليه السلام خرج من أجل الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شاركت المرأة كانت زينب سلام الله عليها هي أسوة بأخيها الحسين عليه السلام، كان أدت دورها، ونحن كنساء من هذه المرجعية أيضا نؤدي دورنا مع أخينا مواساة زينب عليه السلام التي كانت صرخة مدوية في الخافقين ضد الظلم والطغيان وظلم يزيد الطاغية. وحمل المعزون اليافطات البناءة ورددوا الشعارات التوعوية الرسالية الأصيلة لإيصال صوت الحسين الحقيقي في رفض الظلم والاستعباد واستثمار أيام عاشوراء بالصلاح والإصلاح، ومن بينها عاشوراء كشفت عورات وانحرافات الساسة الفاسدين، كما كشفت انحراف المغالين الذين استغلوا الشعائر الدينية ليستغلوا عواطف الناس ويمرقوا عن الدين، مؤكدين على أن داعش خلطة من نتاج أموي وفساد سياسي. من محافظة الديوانية، أحمد المصطفى.